السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوان الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. معكم اخوكم اشرف خليل من قناة فريلانسر اكاديمي. اليوم شباب راح نبدأ بانطلاقة مشروع المواقع، وهذا اول درس بخصوص هذا المشروع. المشروع طبعا زي ما انتم عارفين، اللي معنا في الجروب عارفين تفاصيل المشروع اكثر، واللي مش عارف تفاصيل المشروع، هو باختصار احنا قمنا بانشاء حاليا تقريبا 120 موقع، طبعا بصدد انشاء 1000 موقع باذن الله رب العالمين. هاي المواقع للربح من الانترنت، فيها نيتشات مختلفة، طبعا راح نشتغل بأكثر من مجال من خلالها. هذه المواقع كلها لأعضاء الجروب الخاص فينا، السيرفر خاص فينا طبعا بالجروب، والدومينز كله خاص بأعضاء جروبنا. راح نبدأ الآن شباب مع بعض طبعا بشرح الإعدادات الرئيسية للموقع. الموقع كله ووردبريس. طبعا راح ندخل احنا على الداشبورد الخاصة بلوحة التحكم للموقع، من خلالها راح نبدأ بضبط الإعدادات الرئيسية للموقع، عشان من خلالها نقدر نمارس عملنا ونكمل باقي دروسنا بإذن الله رب العالمين. بداية شباب، بعد ما ندخل على اسم الدومين، راح تطلع عندي ويب سايت كامينج سون زي ما انتم شايفين، هذا الشكل اللي راح يظهر عندي. طبعا تقدر انت تدخل ادمن لوج ان من هون، وبتقدر طبعا من خلال البار من فوق زي ما انتم شايفين دبليو بي داش ادمن، لو انت حطيتها مش لوج ان، ادمن، لو هون هاي هيك شلتها حطيت بس ادمن، هيك يدخلك مباشرة على نفس الصفحة اللي هي اللوج ان اللي انتم شايفينها. وانا طبعا كل واحد فيكم شباب لما قام بانشاء الموقع قمنا بتسليمه الادمن اليوزر نيم الخاص فيه والباسورد اللي راح يشتغل من خلاله. طبعا بتقوم انت هون باضافة اليوزر نيم زي ما انتم شايفين، وتقوم باضافة الباسورد وتضغط على لوج ان. بعد هيك طبعا هو راح يحولنا على الداشبورد الخاصة في اللوحة. من هون احنا طبعا راح نبدأ اعداداتنا وضبط اعداداتنا. بداية راح ندخل على البلاجنز من هون شباب، نضغط على بلاجن زي ما انتم شايفين من هون، ننتظر لحين تحويلنا على الصفحة. راح نلاقي في بعض البلاجن هم باي ديفولت اصلا مفعلات يعني في الموقع، نخليهم زي ما هم، ما تلعبش فيهم ولا تعمل دي اكتيف ولا تعمل اي شيء فيهم، خليهم حاليا زي ما هم. بتروح تطلع فوق على الاخر وبتضغط على اد نيو، هذا اول شيء بتعمله. بعد ما تضغط على اد نيو هون شباب، راح يطلب منك الان اما انك تقوم بتحميل البلجن لو كان موجود عندك على جهازك، او انك تقوم بتحميله من الموقع الخاص بالووردبريس للبلجنز. احنا طبعا بنعمل هنا بحث على دبليو، زي ما انتم شايفين هون، لو ضغط بس لو كتبت انت هون دبليو بي سوبر لحالها بتظهر لك هاي هي البلجن اللي احنا بدنا اياها، دبليو سوبر كاش. هاي طبعا شباب وظيفتها تعطينا سرعه في الموقع لما نقوم بالتصفح داخل الموقع، بيقوم على حفظ الكاش، يسهل عليه لما يرجع مره ثانيه عشان يزور الموقع وعشان احنا نزور الموقع، ما بصير في حمل على الجهاز وهو بيحمل، ولا على السيرفر، وبكون التصفح سريع. ليش طبعا اول شيء اخترناها هي؟ عشان قبل ما نعمل اي شيء واي تعديلات يصير من البدايه اي شيء يتم حفظه مباشره. نضغط على انستول ناو زي ما انتم شايفين. بعد ما خلص قامت التحميل بس بنعملها اكتف. طبعا مباشره بعد عمليه الاكتف هو راح يرجعني على صفحه البلجنز لحاله بشكل طبيعي. هنا بنزل 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 شباب عبين ما اوصل لل ويب سوبر كاش، بضغط على السيتنجز. الان كل اللي بيهمنا هون من هذا كله، اول شيء طبعا بدنا نعمل الكاشينج اون، نعمل ابديت، ونرجع مره ثانيه على السي دي ان. السي دي ان شباب هاي المقصود فيها طبعا عشان تكونوا انتم فاهمين، هذه كل بلد بكون، هذه طبعا السي دي ان هي عباره عن سيرفر خاص يعني بكون مشترك فيه الوورد بريس وكثير من السيرفرات بما فيها الاستضافه الخاصه فينا. هاي الخدمه شباب بتوفر انه لو انا دخلت الان على الموقع من امريكا، بدل ما وانا اصلا سيرفري موجود في المانيا وليكن، بدل ما تتحمل المعلومات من المانيا على امريكا عشان تقدر تشوفها وتاخذ وقت، ما طبعا هذا الوقت ثواني، احنا ما بنتكلم عن وقت ايام يعني، بس هي الفكره عشان تكون انت فاهمها. الان هو بيتم عمليه كاشينج وعملية كوبي للموقع كله وابديت مستمر للسيرفر الخاص بالسي دي ان، وبصير اذا انا دخلت من الاردن اقرب سيرفر وليكن مثلا موجود لهذه الشركات، مثلا سيرفر موجود في مصر، فبدل ما يفتح لي من امريكا بيفتح لي من مصر الاقرب الي.
لو دخل حد من امريكا مثلا بيفتح له من امريكا، لو حد دخل من كندا بيفتح له من كندا، حسب توفر السيرفر الموجود في بلده. اقرب سيرفر موجود له بينفتح موقعك سايتك منه عشان يصير في سرعه التوصل. الان عشان التحقق وتعمل تيست لهذا الكلام قبل ما تعمل له انيبل، تنسخ هذا الرابط من هون زي ما انتم شايفين، تنسخه هيك، تعمل كوبي، بتروح على المتصفح، تعمل هيك، تضغط اوكي، بتشوف انه هذه الصفحه نزلت عندك موجوده زي ما انتم شايفينها، هذه الصفحه انه هذا الملف موجود على الموقع عشان يقدر يعمل هاي الخدمه. بعد هيك بتعمل على انيبل زي ما انتم شايفين، وهون طبعا هو بحذرك انه ما يكون في هون سلاش في الاخر، لازم تكون فاضي مباشره، وهذا الكلام كله زي ما هو، ما تعمل اي تعديل فيه، كل مطلوب منك بس انه تعمل سيف. مبدئيا هذا البلجن اللي بهمنا اول واحد. طبعا احنا في لسه بلجنز راح نشتغل فيهم الان مع بعض، لكن احنا ما بدنا ننتقل يعني كل مرحله بمرحلتها، ما بدنا ننتقل لشيء قبل يعني المرحله قبل المرحله الثانيه. باقي الامور هاي شباب اتركوا لي اياها الان، ما حد يشتغل فيها ولا حد يعمل شيء، كل المطلوب منكم بس الخطوات اللي احنا الان عملناها. الان نرجع مره ثانيه، طبعا نرجع زي ما حكينا مره ثانيه على البلجنز، وبندخل هون على السيرش مره ثانيه، وبنضغط على نكتب SSL، نعمل سبيس ننتظر شوي. طبعا زي ما انتم شايفين شباب بيظهر عندي هاي البلجنز الخاصة بال SSL، طبعا اللي هي خاصة بالسكيورتي الخاص بالموقع عشان تعطي ثقة أكثر للمتصفح في الموقع، مع العلم إنه إحنا أصلا موقعنا زي ما انتم شايفين SSL أصلا هو. وإذا بدكم تضغطوا على علامة القفل من هون بتشوف تفاصيل الشهادة من هون، وبتضغط على الشهادة، بتضغط هون وبتشوف إن أنت تابع إلها. طبعا تاريخ انتهائها ل 2028، لكن إلا إن راح نقوم بتسطيب هذا البلجنز على الموقع. نضغط من هون انستول، بعد هيك نضغط اكتف، نروح على سيتنجز. زي ما انتم شايفين بيعطيني انه SSL is not enabled yet، نضغط على جو اهيد. طبعا ما عملنا لها اكتف زي ما انتم شايفين، راح يعطيني هنا ممكن ايرور بسبب الكاش اللي احنا اصلا فعلناه على الموقع، لانه لسه بكون محتفظ في الكاش اللي تم. الان كل مطلوب منا انه نقوم بحذف الكاش هذا ونرجع مره ثانيه، مطلوب منا نرجع للبلجن مره ثانيه زي ما انتم شايفين، ننزل تحت على السوبر كاش، نروح على السيتنجز من هون، بننزل على الاعدادات تحت، بنروح على ديليت كاش، بنضغط اوكي، احنا مسحنا الكاش اللي موجود، بنرجع مره ثانيه على البلجن. الان بعد مسح الكاش طبعا زي ما انتم شايفين رجعنا، بنلاقي انه السيت اب الان سليم وانيبل 100%، الموقع عندك الان الحمد لله 40 شغال. بنروح على السيتنج مباشره، نعمل بس اعداد بسيط، وبعد هيك بس بنكمل، ننزل هون، بنروح على هذا الخيار نعمل اوكي، وعلى هذا الخيار نعمل اوكي، هذا الخيار وهذا الخيار شباب، نعمل سيف ستوب ايديتنج اوكي. بعد هيك بنرجع على الكونفجريشن، بلاقي الامور انها كلها تمام. الان عشان اتاكد انه موقعنا الان سليم وبيخضع لل SSL 100% بدون اي اخطاء، في عندنا خطوتين، بنروح على صفحه الموقع الرئيسيه زي ما انتم شايفين، بننزل على اي مكان تحت هون، بنروح على الرايت كليك، بنختار فيو بيج سورس، تفتح معنا صفحه السورس كود تبعت هاي، معلش ركزوا فيها، هي الخطوات بسيطة بس احنا عشان نكون مطمنين، وانتوا عشان تكونوا متأكدين انه موقعكم سيفتي وسليم 100%. تنزل بتنزل 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 عبين ما توصل لعند البادي داتا، هنا راح تلاقي بادي داتا ار اس اس ال يساوي 1 زي ما انتوا شايفين، يعني انه اون يعني مفعل عندي في الموقع الان، هذه الحماية موجودة وهذه الشهادة موجودة على الموقع. الخطوة الثانية نفس الشيء، رايت كليك، ننزل لاخر خيار هون، تفتح معنا هاي الصفحه زي ما انتم شايفين، بس بنروح على الكونسول هون بنشوف اذا في لا قدر الله اي ايرورز يظهر معنا هون بالاحمر، اي روابط بتكون خطا تظهر معنا بالاحمر، حتى هذا الكلام تضطرك تعمل تشيك على موقعك انت بعد ما تحط فيه الروابط والشغل، تدخل هون في حال في اي اخطاء او ايرور راح تظهر معك هون باللون الاحمر، بناء عليه بتعرف انت انه الموقع فيه بعض الاخطاء بالروابط عشان تعرف تقوم بتعديلها.
بنروح على الفايرفوكس زي ما انتم شايفين، بنحط رابط الموقع، بتظهر لنا الآن زي ما انتم شايفينها باللون الأخضر، بيعطينا إنه الموقع آمن والاتصال آمن. بناء عليه هيك احنا موقعنا مفعل بنسبة 100%، لأن هو من الأول احنا كنا مفعلين هاي الخدمة بالسيرفر، ولكن مش مفعل بنسبة 100%، الآن احنا هيك فعلناها بنسبة 100%. بعد ما خلصنا هذول التو بلجنز المهمات والرئيسيات في الشغل، بعد هيك شباب بنرجع على السيتنجز، بنروح على جنرال في البداية. هون بعد ما ندخل على الجنرال سيتنج، اول شيء راح يسألنا عن السايت تايتل، العنوان الرئيسي للسايت. هون طبعا احنا النيتش راح نشتغل فيه والمجوهرات والساعات. بعد هيك هون طبعا نختار نفس الشيء، طبعا هون انت بتحط النيتش الخاص فيك، ممكن تضيف عليه اي جمله بدك اياها مناسبه، انا راح اخليها هيك طبعا عشان انتم بس تعرفوا تشتغلوا. بننزل تحت طبعا، خلي الروابط تتأكد منها إذا كانت صحيحة أو لا، إذا فيها أي شيء خلي فيها عدلها، ما فيها شيء خليها زي ما هي. هنا بس ننسخ هذا الرابط هيك، نعمل هون أوكي، هذا الإيميل الخاص بالموقع. بعد هيك الآن هو بيسألني إنه anyone can register، يعني أي شخص بيقدر يسجل في الموقع ولا ما بيقدر. طبعا أي شخص بيقدر، لانه ممكن يصير في بيع في الموقع ويكون في بحاجه انه يكون عندنا ناس يعني عشان يشتري يكون مسجل في الموقع اصلا. هنا طبعا الديفولت رول خليها زي ما هي، ما تلعب فيها. هنا طبعا السايت لانجوج خليها زي ما هي، ما عندك مشكله فيها. التايم زون هون افتحها وحولها على يو تي سي 6، وبعدين انزل تحت هون الفورمات تبعت الديت، التاريخ بدك اياها تظهر بهي الطريقه، مثلا نوفمبر 25 نوفمبر 2018 ولا 25/11/2018. لا، بنخليها على ما هي، ما تعدلش اي شيء فيها. وهنا الفورمات للساعه والتوقيت برضه بنخليها زي ما هي، ما بدنا اي تعديل عليها. هنا بيعطينا الويك ستارت اون، يعني الاسبوع بيبدا من متى. طبعا كون احنا راح نكون العناوين كلها امريكيه واجنبيه، فبنخليها على نفس الشيء، على الماندي، ما بنلعب فيها ولا بنساوي فيها اي شيء. الليفل للكاش برضه خلي زي ما هو، ما عندك مشكله فيه، ما تعدل فيها اي شيء. كل هاي الامور على ما هي، ما تعمل اي تعديل عليها. بعد هيك نعمل سيف. هم بعد هيك بنروح على رايتنج من هون. هنا بيسالني طبعا، بيقول لي الديفولت بوست كاتيجوري، لما تيجي انت بتعمل بوست جديد ايش الديفولت بوست، ايش الديفولت كاتيجوري راح يكون له. طبعا الان نتركه زي ما هو لانه ما في عندنا لسه اي كاتيجوري. بعد هيك احنا بنختار الكاتيجوري المناسب وبنختاره وبنخليه. الان بيسالني هنا الديفولت بوست فورمات، شكل البوست كيف راح يكون، طريقه عرضه كيف راح تكون، خليها ستاندرد طبعا الان ما تلعب فيها. بعد هيك ممكن احنا نلعب فيها زي حسب شغلنا، بدنا اياها تكون جاليري، تكون كذا. الان ما راح نعدل فيها، احنا بنحكي عن الاعدادات الرئيسيه وفيما بعد بنكمل. الان بننزل هون بنروح على الميل سيرفر. الميل سيرفر هون شباب بتشيل كلمه اكزامبل من هون، بتحط اسم موقعك زي ما هو، وتخلي قبليها الميل دوت زي ما هي، والبورت هون بتحوله ل 26، وهنا بتحط اليوزر نيم اللي وصلك الايميل، مش احنا وصلك منا ايميل يوزر نيم وباسورد تاعون الادمن، بتحط هون اليوزر نيم اللي هو الادمن، انا بتوقع هذا ادمن، انا طبعا مش حافظ الباسورد، صاحب الموقع هو راح يعدله. هنا ادمن اي ثينك سو، هنا 1 2 3 4 5 6، لكن انت طبعا بتعدل فيما بعد عشان نستفيد منه، عشان الايميلات والاعلانات والقوائم البريديه كلها بنشتغلها من خلال السيرفر، بكون افضل لنا للشغل، عشان ما نستخدمش بريد خاص زي هوت ميل او ياهو او الى اخره، نشتغل ب بريد الموقع مباشرة. وانا طبعا بيسألني على الديفولت ميل كاتيجوري، لسه احنا ما عملناش اي كاتيجوري للميل ولا جهزنا شيء. هون بتتركها زي ما هي، ما بتلعب فيها، بتعمل سيف تشينج. هيك بتروح على الريدنج. الان هون بيسألني، بيقول لي انه اللي بدك الهوم بيج ايش تعرض، بدك اياها تعرض اخر بوست تم عرضه، ولا بدك اياها صفحة ثابتة تكون، يعني اذا الان انا رحت عرضت عملت بوست جديد، هل هو يظهر في المقدمة ولا عندي المقدمة راح تكون صفحة ثابتة؟ طبعا احنا راح نخليها صفحة ثابتة،
ولكن عند اختيار التصميم والصفحات راح نختار من هون، الان راح نعملها سامبل بيج لانه هي الوحيده الموجوده. وهون طبعا بيسالك ايش اللي هو البوست الرئيسي، بنعمله سامبل بوست اللي هاي اذا بتتذكروا لما كنا طالبين من كل هوم بيج، هاي هي اللي راح تكون هون عشان هي بتكون ثابته. الان هنا اذا في عندنا اي بلوج بيج بيسالني انه كم بوست بدك يظهر فيه، 10 10 ايتم بنخليه زي ما هو. هنا بيسالني اذا بدنا الفيد اللي هو الاخبار والى اخره بنخليها فول تكست ولا جزء منها بنخليها فول تكست حاليا، بعدين بنقدر نعدل عليها وما يعني ما في اي مشكله فيها. الاخير هذا اتركه فارغ ما تعلم عليه لانه هذا بيمنع بعدين محركات البحث من الوصول للموقع. بتعمل سيف تشينج. بعد هيك شباب روح على الديسكشن سيتنج من هون. الان هذه الاعدادات بتخص الكومنت وبتخص البلاك ليست وبتخص الروابط، يعني في بعض الاعدادات اللي هون اللي تلزمنا. فاول شيء راح نعمل في البدايه هون بيسالني هذا الخيار احنا بدنا نعلم عليه طبعا انه هو اليوزرز، يعني لازم يكون اصلا هو مسجل ومسجل دخوله على الموقع عشان يقدر يضيف اي كومنت، عشان ما يجي حد خارجي يضيف كومنت ويمشي. وهنا بيسالني بشكل اوتوماتيكي بدك تخليه مثلا العمر الافتراضي للكومنت 28، بتخليهم زي ما هم ما تلعب فيها. وبعدين بننزل تحت anyone posts comment comment held هون عشان الموافقة. وهنا manual بدك اياها، طبعا هون احنا بنياها manual approved عشان مش اي كومنت على طول يتم عرضها، فاحنا بنصير نشرف على الكومنت واذا شفنا في اي اساءة او شيء لا قدر الله بنقدر ان نحذفها عشان ما يتم نشرها بشكل مباشر. وبعد هيك بننزل هون بيسألني اذا بدك تمنع بعض اللينكات مثلا من الظهور زي الشورت لينك وامثالها. هون بتقدر طبعا تضيف الجمل اللي او الروابط اللي بدك تمنع عرضها، سواء كانت روابط سواء كانت جمل بدك تمنع عرضها، او يعني بيعمل على فلترة إلها. هون طبعا الكومنت بلاك ليست، هون بعض الاساءات مثلا او الكلمات المسيئة ممكن انت هيك يعني وانت جالس تختار وتشوف ايش الكومنت اللي مش كويسة ممكن انك تكتبها هون، بناء عليها هو بيعمل فلتر وبيمنحها من العرض. طبعا هون تقدر تضيف بنفس الوقت الروابط، الايميلات، الاي بي ادرس، لو بتعمل بلوك لاي اي بي. كل سطر طبعا بتختار له يعني بشكل لاينز، يعني مش جنب بعض الكتابة بتكون بهذا الشكل، لا وليكن مثلا وانا مثلا اشرف، السطر الثاني اشرف الى اخره. طبعا الان هو اي جملة ممكن مثلا انا اروح اكتب اسمي اشرف خليل على سبيل المثال وانت حط اشرف، فعلى طول بنمنع اشرف خليل مباشرة، لانه هو بياخذ زي ما هو موضح لك هون انه لو انت بس ضغطت بريس هنا هي راح يعملها مقارنة مع الوورد بريس. فبناء عليه بدك تختار حتى الاي بي لما يتم حظره وليكن 192.168 مثلا، بس هيك بنوقف. الان كل اي اي بي بيظهر بيبدا بهاي الارقام بيتم حظرها. بناء عليه بدك تكون عارف ايش البلاك ليست اللي بدك تحطهن. وهنا طبعا الافاتارز بتخليها زي ما هي اذا بدك اياها، طب تخليها زي ما هي ما تعمل فيها اي تعديلات، تعمل سيف. هيك طبعا شباب بنروح على الميديا زي ما انتم شايفين، ندخل على الميديا. اول خيار من هون طبعا اللي هو الصوره المصغره لاي بوست او لاي منتج او الى اخره، كم الحجم المفضل عشان تسويه. طبعا الان لما نشتغل على ستايل ونشتغل على الثيم راح تتغير بعض الاعدادات، ولكن باي ديفولت احنا راح نعملها 100% من هون، نخلي هاي 300 زي ما هي وهي زي ما هي. وهنا طبعا بتخليها معلم عليها لانه هاي عشان تحميل الملفات وتحميل الصور، اذا انت شلت هذا التشيك بوكس من هون بصير كل صوره وكل ملف بتحمله ياخذ سنجل فايل على السيرفر، بينما هيك انت كله بيحمل بناء على التاريخ والسنه. هيك بننزل على البارما لينكس نضغط عليها. الان هنا الروابط اللي بتهمنا وبتخصنا طبعا كل هاي مالناش اي علاقه فيها، ما حد فيك يعلم عليها، هي بتيجي باي ديفولت زي ما انتم شايفين هون. احنا اللي راح نختارها شباب عشان نغير بس. اوكي هون بناخذ
كاتيجوري زي ما انتم شايفين. بعد هيك احنا بعمل خانة الكاتيجوري، نحذف هاي الاضافه من هون زي ما انتم شايفينها كامله، وبعدين نحذف من هون هذا كله بنشيله، ركز فيها. بنوصل برضو بنشيل هاي السلاش، نوصل لعند البوست نيم وبنشيل هاي، وبنحط دوت اتش تي ام ال عشان هذا الكلام كله يساعدنا في الأرشفة. طبعا ما تخلي حتى هاي السلاش، بتشيلها من هون عشان ما يصير خطأ. فبصير عندي الاسم بهاي الطريقة، هذا اسم الموقع، بعدها بيجي سلاش، بعدين بيجي الكاتيجوري، بعدين بيجي سلاش، بعدين بيجي اسم المنتج او اسم الصفحة اللي راح يتم عرضها، بعدين تيجي بعد الصفحة مباشرة دوت اتش تي ام ال، بنعمل سيف. هيك شباب طبعا ننزل على خيار البرايفسي من هون، نضغط عليه. زي ما انتم شايفين الان هون هو بيسالني اذا لك صفحه خاصه تقدر تعمل كرييت نيو بيج، تضغط على كرييت نيو بيج من هون. الان هذا الرابط اللي راح يتم عرضه زي ما انتم شايفين بهذه الطريقه. الان بتنزل هون، بتقوم بمسح وحذف هاي المعلومات كلها طبعا من هون، وتروح تذهب تنسخ المعلومات والبرايفسي الصفحة اللي احنا عملناها، تلصقها هون، تعمل سيف وببلش. هيك انت بتكون خلصت صفحة البرايفسي، وهيك بصير عندك الامور لحد الان جاهزة. من بعد هيك شباب نرجع على البلاجنز مرة ثانية، وبننزل على البلاجنز اد نيو، وبنختار نكتب هون XML عشان نختار بلجنز خاص بخريطة الموقع. راح نختار جوجل XML سايت ماب، راح اختار هذا، نعمل له انستول، نعمل اكتف. ما عملنا اكتف، ننزل على السايت ماب هون، بنروح على السيتنج، لان هذا الرابط اللي احنا بدنا اياه عشان نبدأ نشتغل هون مع جوجل من البداية. طبعا في البداية بس بننزل شوية الإعدادات، أشياء بسيطة هون طبعا عشان include home page, include post, include static page, include categories, okay, include archive, include other page, tag page. اوكي، وانا طبعا كاتيجوري بدك تختارها من هون، خليها هون. بيسالك عن زي ما حكينا، بيسالك عن نظام الزحف اللي راح يتم لموقعك، انه للهوم بيج يوميا، للبوست مثلا اللي راح تقوم بعرضهم شهريا او اسبوعيا او يوميا. الان احنا راح نخليه شهريا زي ما هيك، زي ما هو. بعد هيك طبعا شباب، بعد ما نبدا وضع البوستات، بتحولوه بتخلوه اسبوعيا او يوميا. بعد ما نوصل لمرحله الفيد بنوصل يوميا باذن الله رب العالمين. باقي الامور بنخليها زي ما هي، كله بتخليه زي ما هو، ما تعمل فيه ولا اي شيء، ابديت زي ما هو. هيك مباشره شباب نتوجه هون على السايت ماب، ونختار في عندي الويب ماستر تولز، نضغط عليها زي ما انتم شايفين. بعد هيك بحولنا على هاي الصفحة، ونقول له ستارت ناو. طبعا هو بيطلب مني تسجيل الدخول، يوزر نيم والباسورد، يوزر نيم والباسورد زي ما انتم شايفين. طبعا بعد هيك شباب ندخل على الخيار من هون، نضغط على اد، وهنا بيطلب مني اني اضيف رابط الموقع. فطبعا بهذا الشكل شباب. طبعا انا يعني هو المفروض انا ما اضيفه هون، هذه الصفحة احنا عملناها للانستول، لكن على كل حال احنا راح نضيفه عشان نكمل الشرح عليه، يعني مجبر، ما عندنا خيار ثاني. بعد ما نضيفه بهاي الطريقة بدون www طبعا شباب، بس ال HTTPS والنقطتين والدبل سلاش وبعدين اسم الموقع .com، وبتضغط على كنت هون. زي ما انتم شايفين بيعطينا خيار، اما انه بنقوم بتحميل هذا الملف ورفعه على الموقع زي ما انتم شايفين. هذا في هاي الحاله بدك ترفعه على من خلال FTP مثلا، او من خلال لوحه التحكم،
أو تختار خيار ثاني بنروح على ال HTML tag وبنعمل هون copy وبنرجع على الموقع. بعد ما نرجع هون على صفحة لوحة التحكم شايفين هون بننزل على هاي الأيقونة اللي انتم شايفينها هون، التحكم بالثيمز والكستمايز إلى آخره. ننزل على الإديتور، ننزل من الإديتور هون هذا الهيدر، نضغط هون نسخ الكود بالهيدر زي ما انتم شايفين، ونضعه بعد علامة الهيد بين الهيد والبودي هون. بعدين طبعا نكون احنا متأكدين ان احنا هون كنا باختيار الثيم الخاص فينا. بعد هيك ننزل تحت ونضغط على ابديت فايل، بعدين نرجع على جوجل نروح على فيريفاي زي ما انتم شايفين، وهيك بيعطينا انه تم التعرف على الموقع. وهيك احنا قمنا بتقديم الموقع لجوجل. هيك طبعا شباب نختار من هون الموقع اللي قمنا بإضافته من هون، وبنختار على السايت ماب. الآن بدنا نضيف رابط السايت ماب لجوجل بهذه الطريقة، نعمل له تقديم. اوكي سكسفول. هيك بنكون شباب خلصنا أول إعدادات رئيسية للموقع للوحة التحكم، عشان من خلالها نقدر نكمل باقي الإعدادات. باقي طبعا لسه مشوار طويل شباب، احنا بس حبينا عشان نختصر الموضوع ونختصر الوقت بحيث انه تبدأ محركات البحث توصل لموقعنا، يكون الموقع آمن ويكون الإعدادات الرئيسية فيه جاهزة. الآن الخطوات الجاية إن شاء الله راح نبدأ من الستايل ووضع الكاتيجوري والبوست والفيد إلى آخره، كله راح نشتغل فيه إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية بإذن الله رب العالمين مع تكملة مشروع الألف موقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.